بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الفيزياء الذرية والجزيئية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ندخل إلى الموضوع الثاني في درسنا، وهو عبارة عن Identical Particles، الجسيمات المتماثلة، وهو مقدمة لدراسة التركيب الذري. هذا الموضوع هو عبارة عن Chapter Number 5 في كتاب Griffiths. طبعا أعتقد أن الكتاب موجود عندكم. لنبدأ بالموضوع الأسهل في ضمن الـ Identical Particles، وهو عبارة عن Two Particle Systems، نظام الأنظمة المكونة من جسيمات اثنين. كما نلاحظ في هذا الشكل، هذا الشكل يحتوي على جسيمات اثنين، والتي تحمل الكتلة M1Q1، هذا الجسيم الأول، وهذا الجسيم الثاني M2Q2، موجودة في الفضاء، موجودة في الفضاء، ونستطيع أن نستدل على موقعها من خلال المتجهات R1 الذي يحدد الكتلة، عفواً الجسيمة 1، والمتجه R2 الذي يحدد الجسيمة 2 نسبة إلى النقطة المرجعية اللي هي عبارة عن Q ضمن الكارتيزيان كوردينيتس لنفترض. فإذن هذه الجسيمات موجودة في الفضاء، هي عبارة عن جسيمات 2. هذه الجسيمات المسافة بينهما هي عبارة عن R1 ناقص R2، R1 ناقص R2. في هذه الحالة يمكن أيضا أن نحدد ما يسمى Center of Mass Vector. فالR Center of Mass يحدد بهذا الشكل، هذا هو عبارة عن Center of Mass، والتي تعطى بالعلاقة التالية. طبعا Center of Mass هاي درستوها في فيزيائية 1. فإذا هذه الجسيمات موجودة في الفضاء، وهنالك المرجع لها تحدد ضمن المتجهات R1 وR2، وR1 R2 مستقلات عن بعضهما بعضا، independent coordinates. الآن إذا بدنا نصف الدالة الموجية التي تصف هذه الجسيمات، طبعا هذه الجسيمات يمكن أن تقع ضمن potential معين يؤثر عليهما كليهما، ويمكن أن يقعان ضمن potential متبادل بينهما أيضا. فهنالك قد يكون أكثر من بوتنشال مؤثر على هذه الجسيمات، بوتنشال خارجي وبوتنشال بينهما متبادل بين هذه الجسيمات. فالآن الدالة الموجية التي تصف هذه الجسيمات هي عبارة عن بساي R1 R2 T، هذه التوتال ويف فانكشن، توتال ويف فانكشن. فأصبحت تعتمد على الاندبندنت كوردينيتس اللي هي R1 R2 والزمن. الآن لو بدي أدرس الهاملتونيان لهذا النظام، الهاملتونيان هو عبارة عن الطاقة الحركية للجسيم الأول، الطاقة الحركية للجسيم الثاني، والبوتنشال الموجودة في هذه الجسيمات زاد البوتنشال المتبادل بينهما الذي أصفه ب VR1R2T بشكل عام. هذا البوتنشال كامل البوتنشال التي تخضع له هذه الجسيمات سواء خارجي أو متبادل بينهما، وهذه الطاقة الحركية الأولى ناقص H بار تربيع على 2M1. لاحظوا الآن صرنا نميز M1 في دل 1 تربيع، والطاقة الحركية الثانية ناقص H بار تربيع على 2M2 دل 2 تربيع، دل 2 تربيع. هذا بالنسبة للكوردينيتس R2. الآن إذا كان البوتنشال لا يعتمد على الزمن، وهي حالة البوتنشال بشكل عام، معظم البوتنشالز لا يعتمد على الزمن، فلذلك نقدر نعمل separation of variables لنفصل جزء الزمن عن جزء الكوردينيت، ونلاحظ بأن total wave function تصبح psi small psi R1 R2 exponential minus IET over H bar. الآن يا جماعة هذه psi must be normalized، إذا كانت normalized يجب أن تحقق العلاقة التالية، اللي هي عبارة عن التكامل على الكوردينيت الأول اللي هو DR1 كمتجه، التكامل الثاني DR2، فهنالك double integration، في المودلس تربيع لبساي R1 R2. فالدبل انتجريشن لاحظوا انه DR1 DR2 هذه مستقلة عن بعضها بعضا، مستقلة يعني اكامل بالاول على DR1 او DR2 ثم نكامل على المتغير الثاني. الان
لاحظوا التايم اندبندنت شرودنجر اكويجن، التايم اندبندنت شرودنجر اكويجن تحقق العلاقة التالية. هنا لازم التي، لازم شلناها التي، هنا غير موجودة التي. هنا التي غير موجودة. التي غير موجودة هنا. فأصبحت معادلة شرودنجر الغير المعتمدة على الزمن تساوي العلاقة التالية، اللي هي ماينس اتش بار تربيع على 2 ام 1 دل 1 تربيع في بساي وهكذا زائد البوتنشال تساوي التوتال انرجي، التوتال انرجي لهذه الجسيمات اللي هي الطاقه الكليه لهذه الجسيمات الاثنين. الان يا جماعه اذا كانت هذه الجسيمات جسيمات تعتبر جسيمات كلاسيكيه، بمعنى اخر the particles are distinguishable، the particles are distinguishable يمكن التمييز بينها، distinguishable متميزة يمكن التمييز بينها. فالآن لنفترض بأنه الجسيم رقم واحد يقع ضمن الستيت بساي A، بساي A، والجسيم اثنين يقع ضمن الستيت بساي B. الآن total wave function describe the system as، التوتال ويف فانكشن التي تصف هذا النظام هي عبارة عن بساي ار واحد ار اثنين وتساوي بساي الاي في ار واحد كمتجه بساي بي في ار اثنين كمتجه. فاذا هذه الدالة الموجية التي تصف الجسيمات التي تكون متمايزة، يمكن اني اميز ما بينها، يمكن اني اميز ما بينها. طبعا لما تكون كلاسيكية استطيع اني اميز ما بينها، ممكن اني احط على واحد دلالة فأستطيع أني أميز ما بينهما، أو أني أدهن الأول بلون وأدهن الثاني بلون أستطيع أني أميز ما بينهما. فلذلك إذا قلنا أنه بساي الجسيمة رقم واحد هي ضمن الستيت بساي A فلا تتغير، تبقى ضمن البساي بساي A، والجسيمة اثنين ضمن البساي B تبقى ضمن البساي B خلص. ليش؟ لأنه أستطيع أني أميز ما بينهما. لكن كوانتم ميكانيكالي بشكل كمي we cannot claim that the particle 1 is in psi A. مرات انا لا استطيع اني ادهن هذه الجسيمات او اني اميز ما بينها، ما استطيع مرات اني اميز ما بينها. فلا استطيع ان اقول والله انه الجسيمة رقم واحد هي في الستيت psi A، او اني اقول الجسيمة اثنين في psi B واؤكد على ذلك واجزم بشكل كامل انه والله الجسيمة واحد في بساي A، الجسيمة اثنين في الستيت بساي B. ليش؟ لانه توجد هنالك احتمالية ان يكون الجسيم واحد في البساي A او في البساي B، ممكن يكون مرة في البساي A ممكن يكون مرة في البساي B، فتعتمد على الاحتمالية each with certain probability. يعني ممكن يكون في البساي A باحتمالية معينة، ممكن يكون في البساي B باحتمالية أيضا معينة. طبعا المجموع الاحتماليات يجب أن يساوي واحد، وهذا بالنسبة للجسيم رقم اثنين، ممكن يكون في البساي A ممكن يكون في البساي B باحتمالية معينة. فلذلك بما أنه لا أستطيع أني أضمن أو أجزم بأن هذه الجسيمات راح تكون في بساي A أو بساي B بشكل نهائي، فلذلك الويف فانكشن بالنسبة للميكانيكا الكمية لن تكون بهذه الصيغة، بل ستأخذ صيغة أخرى، وهذه الصيغة هي الصيغة التالية اللي هي عبارة عن بساي بلس ماينس. خلينا الآن ننسى شوية البلس ماينس، البساي R1 R2 اللي هي الدالة الموجية التي تصف هذه الجسيمات الاثنين
راح تساوي normalization constant بساي A R1 بساي B R2 اللي هي الجسيمة الأولى ضمن الستيت واحد، الجسيمة الثانية ضمن الستيت B، زائد أو ناقص. ممكن تأخذ إشارة زائد أو ناقص، ممكن تكون الإشارة موجب، ممكن تكون الإشارة سالب. الجسيمة الأولى ضمن الستيت B والجسيمة الثانية ضمن الستيت B تبادلتا. فلذلك بما أنه في عندي بلس ماينس، أخذنا البلس ماينس هنا، أخذنا البلس ماينس هنا. الآن هذه الدالة الموجية بشكل عام التي تصف جسيمات اثنين كميا، كميا جسيمات اثنين كميا. الآن في هذه الحالة نحن أهملنا طبعا بشكل بالوضع الحالي بشكل مؤقت، أهملنا السبينرز، أهملنا السبين لهذه الجسيمات أو دالة السبين، راحين ندرسها لاحقا إن شاء الله. لاحظوا يا جماعة، في عندي أنا بلس ماينس، ماذا تعني البلس ماينس في هذا الحالة؟ البلس ساين، البلس ساين wave function in equation describe bosons، bosons particle systems، فهي تصف نظام يحتوي على بوزونات. وذكرنا سابقا ما هي البوزونات وما هي الفيرميونات وهكذا. فالإشارة الموجب تحتوي على طبعا الإشارة الموجب تصف جسيمات البوزونات، البوزونات أو نظام مكون من بوزونات، من بوزونات. الآن the minus sign طبعا البوزونز خلينا للتذكرة are integer spin particles like photons، اللي هي الجسيمات التي تحمل spin مقداره عدد صحيح، مثل طبعا عدد صحيح بالإضافة للصفر، مثل spin يساوي صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاث. مثال على ذلك اللي هي الفوتونات، الفوتونات spin لها يساوي واحد، فالفوتون اللي هو الجسيم الضوء هو عبارة عن بوزون. الآن الماينس ساين هاي تصف نظام مكون من فيرميونز. الفيرميونز اللي هي هاف انتجر سبين، هاف انتجر سبين، وهي على الأصح هاف اود انتجر، هاف اود انتجر. خلينا بس نصغرها، half odd integer في هذه الحالة، half odd integer راح أعدلها إن شاء الله على PDF file. مثل الإلكترونات، مثل البروتونات، الإلكترونات والبروتونات السبين لها يساوي نصف. الآن معادلة ثلاث، هذه represent connection between، وهذه الجملة مهمة، هذه الجملة مهمة. معادلة ثلاث represent connection between spin and statistics. المعادلة رقم ثلاث هذه تمثل اللي هو عبارة عن الربط بين spin والإحصاء، بين spin والإحصاء في هذه الحالة. طيب خلينا نتعرف على الدالة الموجية التي تصف البوزونات، الدالة الموجية التي تصف الفيرميونز. وتذكروا سابقا احنا لما ذكرنا الفوتونات، لما اخذنا السبين، عفوا اخذنا البوزونز والفيرميونز، اخذنا لهما خصائص. فقلنا الفيرميونز للتذكير بانها تخضع لإحصاء فيرمي ديراك، وهي تخضع إلى مبدأ باولي للاستبعاد، باولي اكسكلوجن برينسيبل، وهو ينص على أنه لا يمكن أن أضع جسمين متماثلين في نفس الستيت من الطاقة، في نفس الستيت
لكن البوزونات تخضع إلى بوز أينشتاين ستاتستيك، ويمكن أني أضع أكثر من جسيم ضمن مستوى الطاقة الواحد أو ضمن الستيت الواحد. هذا راح نتعرف عليها حاليا. فالآن البوزون سيستمز اللي تأخذ الإشارة بلس في هذه الحالة، وهي جدا مهمة بالنسبة لنا في هذا الدرس، اللي هي عبارة عن A في بساي A R1 بساي B R2 زائد، أخذت الإشارة الزائد بساي B R1 بساي A R2. الآن يا جماعة إذا كانت هذه الجسيمات متماثلة two identical bosons، الآن two identical bosons can occupy the same state، يمكن أن تحتل نفس الستيت، بمعنى آخر إنه الجسيمة الأولى ضمن الستيت بساي A والجسيمة الثانية ضمن الستيت A أيضا نفس الستيت، فالآن شو راح تصبح؟ بساي A R1 بساي A أيضا R1، وهي نفس العملية بساي A R1 بساي A R2، فراح تطلع 2 في بساي A R1 بساي A R2. فلاحظوا طلعت بهذا الشكل، طبعا الاثنين دمجت ضمن الـ A اللي هي النورماليزيشن كونستانت، فأصبحت الدالة الموجية بهذا الشكل، رجعت كأنها كلاسيكال بارتيكل ويف فانكشن. فالآن more than one boson particle can occupy the same state، يمكن أن تحتل نفس الستيت، لكن يا جماعة بالنسبة للفيرميونز هذا الكلام لا يجوز. فإذا كانت عندي الجسيمات تقع ضمن الستيت two identical fermions، فالآن لنفترض أن الجسيم الأول ضمن الستيت A1 والجسيم الثاني ضمن الستيت A2، تعالوا خلينا نطبق على هذه المعادلة بساي A R1 بساي A R2 ناقص بساي A R1 بساي A R2، فإشارة السالب شو تسوي بهذا المقدار؟ تلغي لي، فأصبحت صفر، فلا توجد دالة موجية، الدالة الموجية تساوي صفر، بمعنى آخر لا يوجد نظام ضمن هذا الستيت، لا يوجد نظام ضمن هذا الستيت فلذلك two identical fermions cannot occupy the same state، لا يمكن أن تحتل نفس المستوى، لا يمكن أنه تجيب جسيمات فيرميونز اثنين متماثلات تماما ويكونوا ضمن نفس الستيت. فالآن last relation is only the Pauli exclusion principle، اللي هي فقط عبارة عن بشكل مختصر مبدأ باولي للاستبعاد، مبدأ باولي للاستبعاد. هاي بالنسبة لهذه الجسيمة. طيب يا جماعة الآن بدنا نقدم أوبريتور جديد، وهذا الأوبريتور يسموه الإكستشينج أوبريتور. طبعا هذا الإكستشينج أوبريتور أخذ نتيجة المعاملات السابقة، وهو يسمى الإنترتشينج أور إكستشينج أوبريتور، ورمزه كابيتال P، ويعمل على interchange the two particles، يعمل على تبديل الجسيمات الاثنين، لأنه احنا حكينا انه الجسيمة الاولى ممكن ان تكون في ضمن الستيت A او ضمن الستيت B، صح ولا لا؟ فالآن ممكن انه هذا الاوبريتور يعمل exchange فيبدل من ان تكون في الستيت A الى الستيت B وهكذا. فالآن بشكل مختصر هذا الأوبريتور عندما يؤثر على البساي R1 R2 يعمل على قلبها، فتصبح بساي R2 R1، يعمل على exchange the particles، فتصبح الجسيمة الأولى هي الثانية والجسيمة الثانية هي الأولى، الآن لاحظوا يا جماعة إذا أثرت ثاني مرة بي بي أصبحت بي تربيع، شو راح تسوي لنا؟ راح ترجع لنا الوضع كما كان، فبي تربيع على R1 R2 تساوي بساي R1 R2. طيب الآن بي تربيع في هذه الحالة شو راح تساوي؟ الايجن فاليو لها واحد، هنا تخيلوا، هنا لو طبقنا بي تربيع على هذه العلاقة، بي تربيع على بساي R1 R2، البي الأولى تقلب R2 R1، البي الثانية تقريبا ثاني مرة ترجع لنفس الاشي R1 R2،
فهي ما عملت إشي، ما عملت إشي. فبي تربيع، هون اكتبوها عندكم، بي تربيع في بساي آر واحد آر اثنين تساوي بساي واحد بساي آر واحد آر اثنين. فكأن الآيجن فاليو لها يساوي واحد، بمعنى آخر البي شو تساوي؟ بلس ماينس ون، بلس ماينس ون، هاي الآيجن فاليو لها. الآن if the two particles are identical، إذا كانت هذه الجسيمات متماثلة، بمعنى آخر M1 تساوي M2 and VR1 R2 تساوي VR2 R1، يعني بمعنى آخر إذا قلبنا هذه الجسيمات البوتنشل لن يتأثر، سيبقى هو نفس البوتنشل، نفس البوتنشل. هاي متى نجدها؟ نجدها لما يكون البوتنشل الذي يؤثر في الجسيمات هو البوتنشل المتبادل بينهما، مثل نقول شحنة أولى شحنة ثانية، شو البوتنشل المتبادل بينهما؟ Q1 في Q2 على R، إذا بدلتهم تصبح Q2 في Q1 على R، نفس البوتنشل يبقى. فالآن في هذه الحالة إذا كانت هذه الأمور موجودة، فإن الكوميتيشن ريليشن، الكوميتيشن ريليشن ل P فاصلة H راح تساوي صفر، راح تساوي صفر. ليش؟ لأنه ال V R1 R2 إذا أثر فيها، إذا أثر فيها ال P لن يغير منها شيء، صحيح أنه راح يقلبها، لكن إذا قلبها أصبحت R2 R1، ال R1 R2 V R1 R2 تساوي V R2 R1، متساويات فلن يتغير شيء. فالآن الكوميتيشن ريليشن بين the exchange operator وال H راح تساوي صفر، راح تساوي صفر. طيب ما دلالة ذلك؟ هذا يدل على أن أي eigen state لل H هو عبارة عن eigen state لل P، لأنه هاي شو تساوي؟ هاي تساوي P H minus H P، هاي الكوميتيشن ريليشن P H ناقص H P تساوي صفر. بمعنى آخر pH إذا أثرنا فيها على بساي تساوي HP في بساي، HP في بساي. فالآن ممكن أني أكتبها، فpH لنفترض في الفانكشن F، خليني بس أكبر الخط شوية، فالآن P H في الفانكشن F of مثلا R واحد R اثنين، لا زال الخط كبير، P H في الفانكشن R واحد R اثنين تساوي H P في الفانكشن R واحد R اثنين R اثنين. فلذلك هاي راح تطلع تساوي H في F R2 R1 R1. فإذا لاحظوا أن في هذه الحالة أن ال H تؤثر في هذا المقدار، شو راح تطلع؟ راح تطلع عنا E وتساوي ال energy في ال F، ال energy في ال F. لاحظوا يا جماعة بأنه إذا كانت الـ F هي عبارة عن eigen function للـ H، فإن الـ F نفسها هي عبارة عن eigen function للـ P، eigen function للـ P
أيضا بنفس الدلالة. وهاي أيضا نفس العملية، هاي تساوي هنا تساوي E في F، لما نأثر في البي تطلع عنا F R 2 R 1 وهكذا. الآن لاحظوا يا جماعة، الآن البي ساي R 1 R 2 شو راح تساوي؟ راح تساوي الايجن فاليو اللي هي عبارة عن بلس ماينس 1 في بساي R 1 2 R 1 2. فلذلك هنا ال R 1 البساي R 1 R 2 عندما نؤثر فيها في ال P اللي هو الاكستشينج اوبريتور راح تعطينا بلس 1 بلس ماينس 1 في بساي ار 1 ار 2 بلس ار 1 ار 2. بمعنى اخر انه الار 2 ار 1 بساي ار 2 ار 1 بساي ار 2 ار 1 هنا خليني اكتبها ايضا هاي تساوي بساي بساي بعد ما نأثر فيها R2 R1 تساوي هذا المقدار. هاي هي البساي بعد ما أثر فيها الP تصبح بساي R2 R1 ولا تساوي بلس ماينس بساي R1 R2 بساي R1 R2. الآن لاحظوا يا جماعة، هذه البساي لما قلبت الكوردينيتس لها يمكن أن تساوي، إذا بدي أرجعها إلى صورتها الأصلية يمكن أن تساوي بلس ماينس اللي هي R1 R2. فإذا بدي ترجع إلى صورتها الأصلية إما أضربها ببلس أو أضربها بماينس حسب. بمعنى آخر يا جماعة انه البساي ار 1 ار 2 تساوي اللي هي زائد او ناقص بساي ار 2 ار 1. فاذا قلبت الكوردينيتس او اني قلبت الجسيمات اذا بدي ارجعها الى وضعها الاصلي يا اما اضرب بلس او اضرب ماينس 1، يا اما اضرب بلس او اضرب ماينس 1. وضحت يا جماعه؟ فاذا بساي R1 R2 إذا قلبنا الجسيمات أصبحت بساي R2 R1، يجب إذا حطيت بين إشارة مساواة يجب أني أضربها ب بلس أور ماينس. طيب البلس أور ماينس هذه ماذا تعني؟ بلس أور ماينس، البلس أند ماينس هذه تعني الويف فانكشن required to satisfy the symmetrization requirement. فالآن الويف فانكشن هاي مطلوب منها ان تحقق التماثل الاتي symmetrization. الان السيمتريك ويف فانكشن اللي هي بلس سيمتريك ويف فانكشن اللي تاخذ البلس، بمعنى اخر انه اذا قلبت الجسيمات او ما قلبتهم الداله تبقى نفسها. بمعنى اخر بساي ار 1 ار 2 تساوي بساي R2 R1 ما تتأثر الدالة. هاي يسموها symmetric wave function. symmetric wave function هاي symmetric wave function تمثل البوزونات. الآن anti-symmetric wave function التي تأخذ الإشارة سالب نصف هاي تمثل الفيرميون، بحيث إذا قلبت الجسيمات يجب أني أضرب إيش؟ أضرب الدالة الموجية بإشارة سالب، يجب أني أضرب الدالة الموجية بإشارة سالب. فإذا هذه الأخرى تمثل البوزونز، وهذا واضح من المعادلة العامة الآتية اللي هي معادلة رقم 3. فإذا قلبت الجسيمات في هذه الحالة، إذا كانت الجسيمات بوزونات شو نأخذ الإشارة؟ نأخذ الإشارة الموجب. فإذا أصبحت قلبت الجسيمات أصبحت بساي A R2،
بساي بي ار واحد زائد بساي بي ار اثنين بساي اي ار واحد. هي هاي نفسها نفسها. ليش؟ لانه بينهن اشارة موجب فراح تطلع نفسها. ليش؟ لانه بساي اي ار اثنين بساي اي ار اثنين هاي موجودة هنا بساي اي ار اثنين بساي اي ار اثنين فهي موجودة ضمن الحل. وبساي بي ار واحد لما نقلبها هاي بساي بي ار واحد وهاي لما نقلبها الصورة هاي لما نقلبها ترجع نفس الصورة هاي ترجع نفس الصورة هاي فما في اختلاف. الآن بالنسبة للفيرميونز إذا قلبنا الفيرميونز إذا قلبناهم خلينا أكتب لكم إياها بشكلها المقلوب أكتب لكم إياها بشكلها المقلوب عشان تشوفوها كيف. هاي الاف ار اثنين ار واحد شو تساوي؟ انا بدي اعوض من هذه المعادلة اللي هي اف الاي ار اثنين اف البي ار واحد ناقص اف البي ار اثنين اف البي عفوا اف الاي ار واحد. هاي قلبتها لكن لاحظوا يا جماعة اف البي ار اثنين واف البي اف الاي ار واحد مش هاي نفسها؟ هاي نفسها صح ولا لا؟ طيب وهاي هاي أليس الحد الأول هذا هو نفس الحد الثاني هذا؟ نفس الحد الثاني لما قلبتهم فأصبح الحد الأول هو الحد الثاني والحد الثاني هو الحد الأول لكن بينهم إشارة سالب. فإذا شو تطلع العلاقة كلها؟ تطلع العلاقة كلها مضروبة بإشارة سالب فهاي تساوي ناقص F R1 R2 نفسها لكنها مضروبة بإشارة سالب. إذا هاي بالنسبة للفيرميونز هاي بالنسبة للفيرميونز والبوزونز. أكتفي بهذا. المرة القادمة إن شاء الله راح نكمل بمثال ونأخذ درس جديد بإذن الله. يعطيكم العافية ودمتم بخير.